الآن يتفضل الإعلامي الكبير الأستاذ أشرف محمود للتفضل بشرح إجراءات اختيار الجائزة، والدكتورة ندى مشعل المدير التنفيذي للأوكسا، ومعالي الدكتور عماد البناني أمين عام الجائزة وأمين عام اتحادية الكونفدراليات الرياضية، ممثلين عن اللجنة التي قوامها 10 أعضاء، فليتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. السيد اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية. السيدات والسادة حضورنا الكرام من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية الإفريقية، أولمبية وغير أولمبية ونوعية، زملائي الأعزاء رجال الإعلام، وأيضا الأصدقاء من كبار الضيوف الذين شرفونا من مختلف فئات المجتمع. أتشرف بأن أقف أمامكم ممثلا للجنة التي شرفت بتكليف من معالي اللواء أحمد ناصر، ومتابعة وتذليل عقبات من قبل معالي الأستاذ الدكتور عماد البناني سكرتير عام الاتحاد الاتحادية الرياضية الإفريقية، والأخت العزيزة ندى مشعل المدير التنفيذي للأوكسا. تعاونوا مع اللجنة التي شرفت برئاستها، وضمت مجموعة من الخبراء من مختلف ربوع القارة الإفريقية ومن متخصصين رياضيين وإعلاميين. أذكر منهم من مصر من عاونوني من الاتحاد الإفريقي للثقافة الرياضية، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أيمن بدرة رئيس اللجنة الإعلامية، والكاتبة الصحفية القديرة الأستاذة إيناس مظهر سكرتير عام الاتحاد الإفريقي للثقافة الرياضية. شرفنا بوضع معايير بعد أن استقينا من معالي رئيس الاتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية اللواء أحمد ناصر ومعالي الأمين العام والمدير التنفيذي، بأن وضعنا مجموعة من المعايير ورأينا أن نطبقها على من رشحناهم من خلال هذه اللجنة التي تضم كما ذكرت 7 أفراد من خارج مصر بالإضافة للزميلين العزيزين. ووضعنا مجموعة فئات، الفئة ستجدون في تفاصيل الحفل لكي لا أحرق التفاصيل، ستجدون أفضل اتحاد أو أفضل كونفدرالية، أفضل ناد في رياضة كرة القدم، وأخذنا كرة القدم بمفردها بعيدا عن بقية الاتحادات حتى لا نظلم الاتحادات الأخرى. كان لابد أن نختار أفضل رياضي وأفضل رياضية على المستوى الفردي كأفراد، ثم أفضل كونفدرالية كما ذكرت، أفضل منتخب في لعبة جماعية كرة قدم، أفضل نادي في اللعبات الرياضية ككل، وإنجاز الحياة لشخصية يختارها الأوكسا أو تختارها الأوكسا لإنجاز الحياة ممن يتعاونون مع الأوكسا من أي اتحاد دولي، ليس شرطا أن يكون اتحادا إفريقيا وإنما اتحادا دوليا له بصمة وله تعاون مثمر مع الأوكسا، فنقول له شكرا من خلال هذه الجائزة، وخصوصا أننا أطلقنا عليها اسم جائزة إنجاز الحياة. إذن يفترض أن يكون هذا الشخص الذي سيتم اختياره تنطبق عليه ديمومة التعاون والعمل من أجل الرياضة الدولية عموما ومساعدة قارة إفريقيا خصوصا، ولذلك فاز بها شخص غير إفريقي، لكننا كما ذكرت لحضراتكم هذه المبررات والحيثيات. أيضا شخصيات رياضية إفريقية قدمت أو رفعت اسم القارة في المحافل الدولية الأوروبية والعالمية لسنوات طويلة، وهو اسم كبير جدا وعريض جدا، ربما يكون بعرض الأطلسي الذي ذلك المحيط الذي نفخر بأنه يحد قارتنا من الغرب، هو اسم كبير في عالم اللعبة التي انتمى إليها، وبالتالي يتبوأ مقعدا مرموقا حاليا، فهذا شرف للرياضة الإفريقية على كل المستويات. أيضا من أسهمنا من السيدات الإفريقيات في الاتحادات الدولية، هناك من تبوأت مقعد أمين عام لأكبر اتحادية رياضية في العالم، فلابد أن نقول لها شكرا
ونؤيد من خلالها ما ذكر في جلسات المؤتمر من تمكين للمرأة نصل به إلى هذا الأمر. هناك أيضا البلدان التي تستضيف العديد من البطولات، لا أستطيع أن أجهل أو أتجاهل أن استضافة في تنظيم البطولات يتطلب مبادرات من الدول لاستضافة البطولات وبالتالي مساعدة الكونفدراليات على أداء دورها ورسالتها، فكان لابد أن نكرم البلد الذي كان الأكثر استضافة لهذه الفعاليات. إجمالا ستجدون في هذه الجائزة التي تضم 11 فئة ستجدون كل اسم ممن سترونه في التكريم بعد قليل، وقد كان اختيار صادف أهله من قبل اللجنة وضمير اللجنة مرتاح تماما، لأننا في مؤتمر يناقش الحوكمة والنزاهة والشفافية. ستجدون مع حيثيات كل من سيكرم أمامكم ما يؤكد ما ذكرته لكم من معايير وضعتها اللجنة ليتحقق لنا تكريم يصادف أهله ويليق بالأكسة ويحفز الآخرين أن يعني يشرفوا بأن يكرموا ويتوجوا من الأكسة. هذا ما لدي في اللجنة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال الرسالة عن الحيثيات. لكم التحية، وأعود وأشكر كل أعضاء اللجنة سواء من الإدارة التنفيذية كما ذكرت معالي الأمين العام الدكتور عماد البناني والأخت ندى مشعل المدير التنفيذي للأوكسا وزملائي العشرة، لن أستطيع أقول أسماء العشرة لكن حيينا اثنين منهم. لكم التحية والتقدير، وكل عام وإفريقيا كلها والأوكسا كلها تضيء بمنارات الشرق كله. ونؤكد ما قاله نكروما ونعيده في ختام كلمتي، نفخر بأننا لسنا فقط ولدنا في إفريقيا بل إفريقيا ولدت بداخلنا. عاشت وحدة إفريقيا وعاشت وحدة اتحاداتها واتحادية الأوكسا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.